معنا من إقليم ترودانت موفدنا أشرف سعد. أشرف، بداية دعني أتوقف معك بآخر يعني حصيلة ضحايا سواء المدنيين أو حتى من الجانب المادي الآن من قبل السلطات المغربية، أيضا الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية في الإيواء. بالفعل هذه هي النقطة المهمة والتي تمثل ربما التحدي الأكبر بالنسبة لجهود الإغاثة وجهود مساعدة المتضررين. كما تشاهدون ربما خلفي هذه شاحنات ترد إلى هنا إلى هذا المكان لتجميع أكبر قدر ممكن من المساعدات، المواد الإغاثية خاصة الأطعمة. كما تشاهدون فوق هذه الشاحنة مثلا هناك عدد كبير من مواد المساعدات، تحديدا الأغطية والأسرة، لأن هذه هي النقطة الرئيسية. ما زال النقص الأكبر في الخيام، لأن الخيام نوعية الخيام التي تستخدم في أعقاب الكوارث كالزلازل والفيضانات وغير ذلك من الأمور غير متوفرة بكثرة في الأسواق المغربية، لذلك فلا يعني المتطوعون يحاولون جاهدين البحث عنها وإيجادها لتوصيلها إلى القرى المتضررة التي بات سكانها يبيتون في الخلاء طوال الوقت، لأن بالطبع بعد تهدم بيوتهم تم إنشاء خيام لهم الآن ليقيموا فيها، ولكنها ليست كافية، ليست بأعداد الأسر التي فقدت بيوتها، وبالتالي فيقيم الرجال في خيمة كبيرة والنساء في خيمة أخرى، ولا يلم شمل الأسرة الواحدة مع بعضها البعض. هذا بالطبع ما يطالب به سكان هذه المناطق الآن، توفير عدد من الخيام تسمح لهم بجمع شمل كل أسرة مع بعضها. ولكن المتطوعين يقدمون أيضا كميات كبيرة من الملابس، كميات كبيرة من الأقمشة، لأن بالطبع السكان فقدوا كل ممتلكاتهم عندما انهارت بيوتهم ولا يستطيعون حتى أن يدخلوا إلى يعني أنقاض المنزل خوفا من حدوث هزات ارتدادية وانهيارات أكثر في هذه المنازل. يعني المرافق أيضا يفتقرون كثير من المرافق، شبكة الصرف الصحي توقفت، المياه الشرب أيضا توقفت، لذلك فهم يعتمدون على المياه المعبأة التي يحملها إليهم المتطوعون. ولكن المشكلة الآن ليست في المواد الغذائية أو المواد الطبية، بل تحديدا في الخيام، لذلك فهناك جهود واسعة النطاق سواء من المتطوعين أو من الحكومة المغربية لتوفير أكبر قدر ممكن من الخيام في أسرع وقت ممكن حتى نتجنب إذا مساءت أحوال الطقس. الأجواء حتى الآن جيدة، ولكن يعني أرى الآن أن هناك غيوما في سماء ترودانت، مما يعني أن احتمال هطول الأمطار قد يكون ممكنا، مما يصعب الأمور على الناجين ويصعب فرص يعني استمرارين بالشكل المناسب خلال الفترة المقبلة. من إقليم ترودانت مفدنا أشرف سعد، شكرا لك أشرف.